تم اليوم تعيين السيد ديدن جوناباي رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام وينوب عنه علي جبرين علي بجانب مقررين، وذلك بعد إعلان نتائج الاجتماع الخاص الذي عقد بهذا الخصوص، وكان تحت إشراف لجنة مصغرة ترأسها رئيس لجنة الإعلام والتكنولوجيا الحديثة والحقوق الأساسية بالجمعية الوطنية الشيخ بكر حسن. المناسبة كانت بحضور الأمين العام النائب لوزارة الإعلام أبو جبرين إدريس. تقرير حليمة السعد يعقوب. بمناسبة انتخابات أعضاء المكتب الجديد للمجلس الأعلى للإعلام، جمعت العديد من المستشارين والأمناء العامين بالمجلس الأعلى للإعلام، حيث تم الإعلان عن نتائج الانتخابات التي شكلت لأعضاء الجدد للمكتب. الانتخابات بقت في تيجة إدارة رئيس اللجنة عن الإعلام عن الأسامبلي ناسيونال البرلمان الوطني، مساعدنا السكرتير جنرال أنا وزارة الإعلام، السكرتير جنرال أدجوين أنا وزارة الإعلام، وال رابورتور جنرال أنا الحاج سيسي، وبحضور أنا المينيستير دو جستيس واحد. والانتخابات دي أدت النتيجة كالآتي: أولا الرئيس الكونسيي جودوني جوناباي، والرئيس النائب اللي انتخبوه جديد هو السيد علي جبرين علي، والرابورتور جنرال يعني المنسق العام الجديد هو الكونسيي لاورو غونجي، والمنسق العام النائب الكونسيي عبد الله ادم التمير. الرئيس المنتخب للمجلس الأعلى للإعلام ديودوني جنامباي تأهد على الالتزام بالمهام التي كلف بها، وأكد أنه سيسعى دوما ليكون على قدر المسؤولية والمهمة التي أوكلت إليه، مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الإعلام والإعلاميين. وتبقى الإشارة إلى أن المكتب الجديد للمجلس الأعلى للإعلام يتكون من 4 أشخاص: رئيس ونائبه ومقرر عام ونائبه.